فوز الزمالك بالدوري الحالي هو لقب تاريخي، نعم ام لا؟ نعم. لولا فيريرا ما فاز الزمالك بالدوري. لا. ما فيش صفقات سوبر في الدوري المصري هذا الموسم. نعم 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 نعم. أرفض تقييم سواريش هذا الموسم والحكم الموسم المقبل. نعم نعم. أفكار سواريش تحتاج للاعبين بمواصفات معينة لتطبيقها؟ نعم نعم. هو في يعني حاجة لمحت أفكار معينة محتاجة طريقة معينة؟ في كلام يعني إن هو بيهتم بالبوزيشن يعني مراكز اللعيبة وموقف اللعيب في الملعب ثم تحركاته يعني، لكن ده كلام يعني، يعني لمحة منه بسيطة جدا ممكن تكون بانت، لكن بشكل عام لسه اللي بعده. مصر ما بقاش فيها مهاجم هداف. لا فيها في. مين في مين في زيزو مين؟ في مروان حمدي في مهاجم. ايوه انت عايز سترايكر سترايكر بمعنى يعني المهاجم المهاجم متعب يعني. في نفسه كده يعني. لا لا ها لا 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 بس يبقى السؤال بس راس حربة يعني عشان المهاجم الهداف ده ماشي. لا راس حربة. راس حربة. تكيس مدرب رائع ولو كان بدأ الموسم مع بيراميدز كان حقق اللقب. لا مش شرط يعني. لا مش شرط بس هو رائع. الجزء الأولاني انت متوافق معاه. بس ناقصه حاجة يعني. بس حسنها مع بيراميدز يعني. ماشي. لعب الواقعي شوية. صح كده؟ والدفاعي يعني. ماشي. بيراميدز يمتلك أفضل لاعبين في مصر في كل المراكز. لا مش هو يعني. لا لا مش هو. لا مش هو. لا. عنده لعيبه كويسه جدا. بس مش الافضل في مش في كل طب المراكز مين عنده يعني. مين عنده افضل في كل المراكز؟ بص زمالك عنده زيزو. كان عنده بن شرقي طبعا ما هو مشي صحيح لكن عنده بن شرقي. كان عنده طارق حامد. عنده جزيري. عنده امام عاشور دلوقتي كويس جدا. عنده نيمار لعيب واعد قوي. عنده اثنين مظلومين عبد الغني ورؤى. عنده فتوح. نبص البيراميدز بقى ابص لهم. اسامه جلال وعلي جابر اسامه جابر ومحمد حمدي واحمد ايمن منصور ودونجا وبلاتي توري. فين احمد ايمن منصور؟ هو لعب؟ لا بس موجود. لا ما هو ما لا 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 عليه. لا 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 ووليد الكارتي ورمضان صبحي وفخر الدين بن يوسف. انا مش بقول اسماء. لا 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 ده طب انا هو انا بقول اسماء بس. لا لا رمضان مش هو رمضان بتاع النادي الاهلي معلش. عبد الله السعيد رقم واحد اسمه ايه ده هو توري بلاتي توري. بلاتي توري ده احسن لعيب وسط في مصر. ماشي. انا بشوف كده يعني. ماشي هو لعيب جامد فعلا بصراحه. لا احسن لعيب وسط في مصر في الكره المصريه. ماشي. في الملعب بتاعنا. ماشي. وليد الكارتي. نعم وليد الكارتي. وليد الكارتي تمام جامد. فخر تمام. الدين بن يوسف تمام. بس خلي بالك انا قلت كام لعيب في الزمالك. ماشي وهتقول كام لعيب في ايوه في بس انا ما بتكلمش على تشكيله بس انا بتكلم على عمق القايمه يعني كل قايمه فيها في كل مركز فيها اكتر من لعيب. بالمنطق ده. طبعا بيراميدز عنده لعيبه يعني 25 25 لعيب. لا هو طبعا بالمنطق ده يعني. لكن بالتشكيل الاساسي بالمعنى اللي انا الأساسي. لا اللي انا فهمته. لا ما اقصدش التشكيل. يبقى انا اسف يبقى انا اللي مخطئ في طريقه طرح السؤال. يبقى المفروض كان السؤال يتحط بيراميدز يمتلك افضل قائمه في مصر في كل المراكز. نعم. انا اسف انا يبقى الاجابه نعم. يبقى الاجابه نعم. لكن ماشي. لو تشكيل نعم. لا بتكلم على تشكيل. تشكيله لا. اساسيه ماشي. طب لو تشكيله اساسيه يبقى مين؟ لا الزمالك. يبقى الزمالك. ماشي. احنا استفدنا دينا اخذنا الاجابه. حكايه بسيطه قوي يعني. هو الفرقه بتاخد الدوري ليه؟ ماشي يعني هو بس لا يعني حاجه بتسالني. لا يعني الفرقه الزمالك اخذ الدوري عشان خاطر المدير الفني جه نظم اللعيبه اللي موجودين. اللعيبه الكويسه استفاد بيهم. اللعيبه الكويسه استفاد بيهم نظمها. لكن فيريرا
لو كان معاه لعيبه زي يعني جاي على الزمالك وفي 2 و3 في كل مركز. بص يا ابراهيم، ده كان عمل، خلينا نكون منصفين، شكل تاني خالص. بس خلينا نكون منصفين خلاص، منصفين، يلا منصفين، ولا احنا عايزين نتكلم ندغدغ العواطف بتاعت الجماهير؟ لا منصفين، يلا. جمهور الزمالك راضي عن فرقته مش عشان بياخد الدوري او هيقرب من الدوري او هيفوز باللقب الدوري السنه، ماشي. هو راضي كمان لانه بيكسب وبيلعب كره حلوه، ماشي، مش مختلفين. يعني هل حد ينكر في مصر ان الزمالك احسن فرقه دلوقتي بتلعب كره حلوه؟ هل في حد ممكن ينكر ده؟ مع حضرتك، بس انا بتكلم في القايمه، وبيكسب، بتكلم في القايمه، القايمه خلاص، موضوع القايمه ده احنا انتهينا منه خلاص، احنا قلنا بيراميدز، ماشي، طالما هي القايمه، لكن التشكيله هتشوف من وجهه نظرك الزمالك، ماشي. طبعا الزمالك، ماشي. اللي بعده، فيتوريا مدرب مبشر هينجح مع منتخب مصر؟ اولا انا لسه ما شفتوش ولا احنا شفتوش. لكن عمل حاجات انا بشوف ان هو اول واحد يعملها من الاجانب، يعني على قد ما اذكر، يعني بيروح الانديه وبيكلم اللعيبه، يعني ان شاء الله. نعم، الدوري بعد تطبيق تقنيه الفيديو ازدادت اثارته. نعم، افضل حارس بالدوري هذا الموسم شناوي عواد محمد صبحي او اي حارس رابع مش موجود وحضرتك شايف ان هو يستحق؟ الناس مش هتفتكر الا الصوره الاخيره. يعني الشناوي كان زي بالظبط الاستفتاء بتاع افضل فيلم في السنه، في اخر فيلم. شهر الفيلم اللي بينزل في اخر شهر في السنه هو يبقى احسن. لكن الشناوي كان متفوق جدا في بدايه الموسم، وفي ماتشات كتيرة، وفي بطولات كثيرة، ماشي جدا، ماشي، وكان الحارس الأول في مصر يعني. طيب، فأنا هقول الشناوي. طب وبمعيار البطولة المساهمة في البطولة؟ لا، عواد متألق في آخر في خمس ست ماتشات في الدوري. طبعا عواد متألق في الدوري. عواد مش الشناوي. طبعا عواد مش الشناوي. غيروا الإجابة ده. ناس اللي عامل بتاع السهم الأحمر ده. طب عواد، ايوه كده، هو يعني هو مسح التخته كده، مسح بشاور الكتروني. فريق كنت استمتع بمشاهدته هذا الموسم؟ قال لي زمالك بيراميدز. طب اعتبر ان الموسم انتهى يعني؟ خلاص الزمالك، ماشي. اللي بعده، لاعب يستحق التواجد في قائمه الاهلي الموسم الجاي، محمد اشرف، محمد فخري، احمد سيد غريب، من اللعيبه الصغيرين؟ واحد بس منهم؟ ايوه، انا عايز اثنين منهم على الاقل، ماشي، اتفضل. محمد اشرف، وانا عارف ان في كلام انه ممكن يبقى اعاره ويمشي، ماشي. واحمد سيد غريب، ماشي، الاثنين يعني. اللي بعده، فريق تفوق على هدفه الاساسي هذا الموسم، عمل اكتر من طموحات يعني، فيوتشر، طلع الجيش في البنك الاهلي، فيوتشر، طب فيوتشر. مدرب يعني بيعجبك اداؤه في اوقاته للمباريات، سامي، ماهر، طارق؟ الثلاثة هايلين بصراحة، بس طبعا علي ماهر. طبعا علي ماهر، ماشي. اللي بعده، أفضل مدافع في الدوري، أسامة جلال، وينش، الزناري؟ الونش. اللي بعده، الأقرب للهبوط مع المقص، ناولين وإسترن. ناولين وجونة، جونة وإسترن. يعني عملنا لك التشكيلة كلها. لا يعني الجونة وإستر، ثلاثة جونة وإستر، ماشي. اللي بعده، الصفقة الأهم في الدوري، إبراهيم عادل، محمد رضا بوب، محمد صبحي، يعني اللي جاي يعني؟ يعني الدوري اللي جاي إذا حصلت إبراهيم عادل تبقى هي البوم يعني. لا يعني مفيش بوم بصراحة بقى. لا بس إبراهيم عادل ينضم في كتيبة اللعيبة السوبر. لا مش سوبر يعني، ماشي. السوبر دي يعني تسعة من عشرة أو فيما فوق يعني، تسعة ونص بقى، 9.75. لازم أحترم رأي حضرتك، ماشي. طب لو حصلت صفقة انضمام إيبوكا للزمالك تبقى دي صفقة سوبر؟ سوبر، دي تبقى صفقة سوبر. بس يا ترى يعني أنا عشان هو يعني في فريق من غير ضغوط، يا ترى بقى مع ضغوط الفانيلا البيضة هيبقى شكلها إيه؟ ماشي، هيبقى شكله إيه؟ اللي بعده، أمتع لاعب مصري شاهدته في حياتي،
الخطيب حسن شحاته محمد صلاح او اي اسم رابع او اي اسم اي لا اسم لا لا مثلا لا 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 انا لا بس عشان القائمه الطول مثلا ممكن تقول ابو تريكه ممكن تقول بركات لا ممكن لا لا ممكن لا اي حد انت عايز تختار محمد ثانية يعني قول ثانيه احلى مش هو المقياس يعني يعني انا شفته ده مقياسك انت ده رايك على انا انا محمد صلاح ليس له مثيل ماشي من قبل في الكره المصريه بصراحه ماشي ليه لانه بيلعب في بطوله ومستوى ليفل صعب جدا ليفل صعب جدا مستوى صعب فعلا لكن من ناحيه المهارات طبعا على المستوى المحلي كان الخطيب الخطيب ماشي لكن محمد صلاح هو المتعة الأولى في كرة القدم اللاعب المصري الممتع الأول في كرة القدم المصرية ماشي خلاص ماشي يا جماعة ارجعوا بس الله يبارك لكم ارجعوا يا جماعة ما قال محمد صلاح وبعدين قال اللي شهده محمود الخطيب انتوا مش هين عليكم تعلموا عليها يعني 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 بص شكرا متشكرين جدا تعبينكم معا مسهرينكم معا لا ومحمود الخطيب حاجة كانت يعني الأحق بالتواجد في جهاز فيتوريا حكم متابع العركة دي ولا احنا لحد دلوقتي ما عندناش مدرب مصري محمد يوسف ولا محمد شوقي ولا عادل مصطفى والثلاثة الثلاثة بحبهم بصراحة بشوف الحب ده حقيقي يعني الثلاثة يعني أنا أقول لك معلش ثلاثة كوادر يعني ثلاثة حاجة قيمة يعني لكن أنت بتختار على أي أساس ماشي على عواطف يعني على صداقه يعني محمد يوسف جاري في المعادي وحبيبي وصاحبي يعني لا من زمان لا لا ولا انت بنختار وشوقي صاحبي يعني لكن احنا مش بنختار بالعواطف وعادل والله صعب يعني وعادل هايل بس انا ليه وجهه نظر هختار شوقي لسبب واحد بس هو اللي مكمل فعلا انه اشتغل قبل كده مع مدرب لمنتخب مصر يعني خلاص ده اخر سؤال اللاعب اللي يستحق الدرجه كامله في الدوري زيزو عبد الله احمد رفاعي لا هو في لاعب يستحق 11 من 10 مين؟ زيزو شكرا حلقتنا خلصت والله انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ حسن